شكري يطالب بعدم اقتصار مواجهة الإرهاب على داعش والقاعدة، ويجب أن تشمل الإخوان أيضا. ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات بين محتجين ومسلحين مجهولين في بغداد إلى 16 قتيلا. الحراك الشعبي يتصدر مناظرة المرشحين بالانتخابات الرئاسية الجزائرية. الرابعة صباحا الثانية بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الإرهاب بعد التهديدات الرئيسية للسلام والاستقرار وجهود التنمية طالب خلال مشاركته في منتدى روما للحوار من أجل المتوسط بضرورة التصدي للجماعات الإرهابية ومحاسبة من يوفر لهم الدعم والملاذ الآمن، وعدم اقتصار المواجهة على داعش والقاعدة فقط وإنما كافة الجماعات التي تتبنى الفكر المتطرف على غرار الإخوان وبوكو حرام والشباب الصومالية. وفي رده على العلاقات مع قطر قال شكري إن أسلوب الدوحة في استضافة المنظمات الإرهابية وتدخلاتها الإقليمية تعرقل أي جهد للحل. أفادت مصادر عراقية بمقتل 16 متظاهرا في ساحتي الخلان والتحرير بوسط العاصمة بغداد برصاص مسلحين مجهولين. هذا وأشارت المصادر إلى أن متظاهرين اضطروا للفرار هربا من الرصاص. جاء ذلك بعد أن شهدت ساحات بغداد مظاهرات حاشدة رفضا لأي تدخل خارجي في اختيار رئيس الوزراء. صدق الكونغرس الأمريكي بأغلبية على قرار غير ملزم يدعم حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذا وصوت القرار أو لصالح القرار 226 عضوا مقابل معارضة 188. من جانبها اعتبرت الرئاسة الفلسطينية قرار الكونغرس ردا على ما وصفته بسياسة الإدارة الأمريكية الحالية الخاطئة تجاه القضية الفلسطينية. شهدت الجزائر مناظرة بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل، هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، حيث دعا المرشح عبد العزيز بالعيد إلى حوار وطني شامل من أجل دستور يعبر عن الشعب الجزائري بأكمله. من جانبه طلب المرشح عبد المجيد تبون بأن يعتبر الدستور عن الحراك الشعبي الذي شهده الجزائر مؤخرا فيما اقترح علي بلقيس بن فليس نظاما شبه رئاسي وتكون الحكومة بناء على أغلبية برلمانية. في سياق آخر، شهدت فرنسا إلغاء العشرات من الرحلات للقطارات والمترو والطائرات فيما هددت نقابات العمال باستمرار الإضراب لحين تخلي الرئيس مانويل ماكرون عن خطة إصلاح نظام معاشات التقاعد. من جانبه أكد رئيس الوزراء إدوارد فيليب إنه لا ردع عن إصلاح نظام المعاشات رغم الإضرابات. أعلنت البحرية الأمريكية سقوط 4 قتلى وعدة إصابات في حادث إطلاق نار بقاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا. أوضح حاكم الولاية أن المشتبه به طيار سعودي كان يحضر تدريبا في القاعدة. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عبر تويتر إن العاهل السعودي اتصل به لتقديم التعازي والتعبير عن مواساته للضحايا. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.